شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في جلسة نقاشية حول مخاطر المناخ ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الطريق نحو صافي لانبعاثات الصفري. تناول المؤتمر الطرق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات للمخاطر المناخية، وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.